اولا احنا هنا في مهرجان القاهرة السينمائي اللي عمره 45 سنة. مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عربي كبير وقديم ومهم. وانا هنا عشان ابقى جزء من المهرجان ده حتى لو بمساهمة بسيطة عشان ابقى جزء من الجهد اللي بيتعمل عشان المهرجان ده. المهرجان ده كبير جدا ومهم جدا لمصر، احنا اتعلمنا فيه وتعلمنا منه وتربينا عليه. اي ابديت بوبي موريسكو؟ بص يا سيدي، بوبي موريسكو اللي مش عارف هو مخرج مهم جدا، كان عمل فيلم كراش 2008 وخد الاوسكار. احنا في بينا وبين بعض مشروع لست حلقات وهيتحولوا هم الفيلم. هو بيخد تجربه الست حلقات ككتابه يعني، هو كاتب ومخرج وبيعملوا هم فيلم انتاج ايطالي امريكي مشترك. الله يخليك، انا طبعا شرف ليا، انا كبير عليا ابقى قدوه يعني. انا بس عندي تجربه بسيطه، كنت حابب مشاركه الناس، مشاركه الشباب، مشاركه الاعلام كاسئله اقدر اجاوب منها، يمكن اقدر افيد. ما كنتش عايز احكي عن نفسي، مش مهتم قوي افضل احكي عن نفسي واصدع الناس بمعاناتي ولا تاريخي. انا كنت حابب ابقى موجود هنا، وانا موجود هنا عشان اسئلتكم واجاوب. ما بطلعش كتير للاسف، وقررت ان انا اطلع، لازم اطلع عشان خاطر من حق الاعلام عليا ان انا اطلع واتكلم معاه. اما ما فيش حد ما بيشوفش السينما المصريه تاريخ كبير، والوطن العربي هو جزء ما بيتكزقش. زي ما الشعب المصري بيشوف تراث سينمائي كبير، الشعب العربي والخليجي بيشوف تراث سينمائي كبير. وكان الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي، عمر ما الفيلم المصري قدم زمان في الابيض والاسود الا انه الفيلم العربي، لم يقدم على تيتا انه الفيلم المصري. ده دليل على ان احنا كتله وثقافه وتراث واحد. اللي انا اقصده من ده ان تاثير الفن المصري تاثير خطير وكبير ومهم في الشارع العربي. لا ننكر تاثير ام كلثوم وعبد الحليم وعمر الشريف وعبد الامام محمد الشقاق وعمر الشريف وحتى نجومنا الحاليين، تاثير مشرف وتاثير مهم، ونتمنى انه يستمر. محمد سامي مخرج كبير جدا ومخرج ذكي، واحنا بقالنا دلوقتي يمكن 4 سنين بنحاول نشتغل مع بعض ومظبطه. انا احب اشتغل معاه جدا كمان. لا المسلسل شغال ان شاء الله، هنصور السنه اللي فاتت. لو كان المفروض السنه اللي فاتت كان المفروض نشتغل ووقفنا، والمسلسل ان شاء الله هيبدا تصويره باذن الله يوم 26 اخر الشهر ده. اتمنى. انا رحت الجزائر قبل كده في مهرجان وهران وعشقت الشعب الجزائري. السينما الخليجيه زي السعوديه والامارات والكويت، ولا السينما الخليجيه في سلطنه عمان ودول الخليج. سلطنه عمان، بصي السينما، شوفي الخليج بيحصل فيه تطور هايل وعظيم دلوقتي، لانه الخليج وراسها المملكه العربيه السعوديه ادركوا اهميه تاثير صناعه الترفيه والسينما. الخطوه دي مهمه، لكن مهم كمان وجود خبرات عالميه وخبرات مصريه علشان تبدا تدرس الاجيال اللي موجوده دلوقتي على الارض تقنيات عشان هي تشتغل. وانا اظن انه ده بيحصل او هيحصل، ومحتاج انتاج غزير جدا عشان الانتاج الغزير ده يبدا ينتشر وتبسيط اللهجه فيه او تبسيط المواضيع بحيث انها تمس الشعوب كلها في الوطن العربي. انا قلت فيلم الست اخراج الاستاذ مروان حامد وبطوله الاستاذه منى زكي ونجوم كبير جدا نجم منى زكي. انا فيه ضيف شرف، يعني انا مجرد ضيف شرف، اشتغلت مع الاستاذ مروان حامد ضيف شرف، مش عارف هو فاجئني ان انا بعمل شيء في جمال عبد الناصر. ده تحدي بالنسبه لي، لكن ويمكن دي اول تجربه ليا اني اخش اعمل ضيف شرف في فيلم، وانا مبسوط ان انا كضيف بنتمي لنوعيه افلام مروان حامد واحمد مراد. مشترك يعني عربيه، لحظه بس، تناقض اللي بينه وبين احمد سعد تناقض تكاملي. يعني انا وهو مختلفين، عشان كده بنحب بعض قوي وبنكمل ان شاء الله. هو بيحضر المفاجآت مخبينها عليا هو والمخرج محمد سامي. انا مش عارف، احنا عندنا مواضيع كتير جدا جديره بان احنا نعملها ما ننقلهاش، يعني
الشارع العربي ما فقدش الشخصيات الملهمة اللي ممكن يقدمها, ولا فقد الموضوعات اللي عمالة تكتر أصلا علينا ومفروض يقدمها ويهتم بالقضايا بتاعته. شوف شوف فيلم الغربان امتى؟ شوف فيلم الغربان امتى؟ فيلم الغربان, فيلم الغربان مهم بقى. حكاية فيلم الغربان دي انا اتكلمت عليها ان شاء الله. انا بوعد ان فيلم الغربان هيبقى فيلم كبير جدا ضخم, وعايز اوجه الشكر كبير جدا للمنتج سيف العريبي, شركة مقام والمنتج تامر نصر. سيف العريبي ده تحمل عبء رهيب جدا انتاجي, بقى لنا 3 سنين بنصور. المخرج هيبقى ان شاء الله مفاجأة الاستاذ ياسين حسن ومجموعة كبيرة من النجوم. والفيلم ده احنا بقى لنا 3 سنين ودي الرابعة شغالين عليه علشان نصنع فيلم مشرف وعالمي يتم ترجمته ودبلجته لاكثر من 12 لغه ان شاء الله, يبقى موجود على كل مكان في الارض منافسا بامر الله للسينما الهنديه والسينما الامريكانيه. وده اللي بنحلم بيه ان شاء الله على السنه الجايه غالبا, لان لسه في شغل نازل من تصوير, فهيبقى في شغل سي جي اي او جرافيكس. كلمه الجمهور الجزائري والسنه الجايه اخر حاجه عامل اخر حاجه احمد سعد من البرامج اللي قصرت الدنيا, شوف الفيدباك عليه ازاي, وهل ممكن يكون ليه سيزون ثاني؟ حسب ان شاء الله يكون. شيلوا يا جماعه ليالينا, نزل ايدك يا عبد الرحمن, اقدم فيلم دي على راس اهتمامي واقدم المسلسل. انا شايف بعد ما خلص السلك دخل في بعض, احب ابقى موجود في منافسه عمرو.